هل في فريق بالبلد صدقا بده يعرف الحقيقة؟ يعني كلنا لكي نحن يعني وقت اللي إجا القاضي بيطار الكلام اللي أنا ما بعرفه لا يعني بس الكلام ولا حاكي معه يعني الكلام اللي كان يحكيه يتنقله عنه الأوساط أنه أنا جاي بهدف تربية الطبقة السياسية لأنه هاي مجرمة هاي حاكي عنا أوكي. وكلنا معه يعني بالنهاية وأنا جاي لأعمل هالهدف وأنه ما عندي غير هالهدف. هلا هذا شيء والتحقيق شيء آخر. إحنا من البداية كنا عم نقول يعني كمحللين ومراقبين أنه عم نخشى أن نضيع هذه القضية وتسجل مثل الأفلام المصرية ضد مجهول ضد مجهول قيدت ضد مجهول القضية مثل أي قضية بالبلد يعني بهالمستوى بهالحجم. هلا في رأيين، في رأي عم بياخذها باتجاه أنه يا عمي هذا إهمال، في دولة مهملة، دولة تعبانة، دولة بدءا من العسكر اللي هو مفترض يكون يعني العسكر الأمن والمخابرات والآخري أمن الداخلي أمن الدولة الأمن العام القضاء لإدارة المرفأ بحد ذاتها المرفأ ذاته المهري يعني السياسي إلى آخره. في شيء اسمه إهمال وصلنا لهي القصة، في شيء هي جرمية بما معنى من أدخل هذه النترات إلى البلد طيب دخلناها من سمح بإبقائها سؤال. بس ففي اشياء استاذ ابراهيم هلا هي الاسئله لنا سنتين بدنا نطرحها ما فيش نطرحها ومنضل نطرحها هي ذاتها وراح تضل تنطرح الى ابد الابدين الى ان نحصل على نتائج. بس في مشكله اساسيه، في قصص معروف مين عملها، في قصص يعني الاهمال من ادخلها، القاضي اللي عطى الاذن بتنزيل الحموله، كل هاي الامور معروفين بالاسم، هودي ليش ما عم بيتم التعاطي معهم بالطريقه السليمه؟ هيدا اللي بياكد لك فكره او نظريه انه هي ما بدهم يعرفوا والحمايات والخطوط الحمراء والسياسه. في رايين مثل ما عم بيقول حزب الله انه من البدايه ميشن وبده يحطونا بدائره الاتهام، الا اذا اعطيتينا في تحقيق الفرنسي، في تحقيق أكثر من تحقيق دولي، في تحقيق تقني اللي كان عم بيطالب فيه السيد نصر الله، اعطونا اياه تحقيق تقني اللي بيتعلق بهاي الإجراءات اللي عم نحكي عنها، مين دخلها، شو الشركة، مين هي، مين استفاد، مين بيع من النترات، لأنه يعني بين في نترات من بيع يعني قبل حتى الدور الجيش. الاستكشافات عم طيب بتبين أكثر يعني وأكثر، وزميلنا في رأس حكوم عم يبذل جهد كثير كبير بالموضوع، وآخر شيء طلع عنا هلا امبارح بالدوكيومنتري الأخير بسلسلة بابور الموت إنه في 5 شحنات خي منا الشحنة الوحيدة، فالله بيعرف وين الباقي عمليا، إذا كان عم ينقال في شحنتين بطرطوس وشحنة وصلت على بيروت، بعد في 2، مين بيعرف وين مزروعين وأي مدينة بتطير كمان بعدين. يعني الكلام اللي بنقال انه طيب يمكن بالفتره الماضيه قصه التعقيدات اللي واكبت قضيه تعيين القاضي بيطار والاعتراض من قبل يعني حركه امل وحزب الله وال يعني استهدافه لثلاث اربع مسؤولين يعني صديقنا علي حسن خليل والثاني فنيان وغازي زعيتر ويوسف فنيان وما تنسي صديقنا البيروتي مشنوء نهاد يعني اربعه وانه هي كان وقتها نواب والاخر في التباس في موضوع يعني دستوري وقانوني. لكن مثل ما عم نقال هلا انه عم يخلينا من جديد القاضي بيطار تحول مثل ما بنعرف لمشكله بالبلد وهو مصمم انا ما بدي اتنحى، قد مجلس القضاء الاعلى حطه قدامه، حتى انا سمع الكلام من يعني أوكي. رئيس الحكومه انه عمي ترك له الخيار انه اتنحى انت خلينا نعين لا ما بده يتنحى. طيب بدك تتنحى ما بدك تتنحى معناتها يعني القضيه مجمده الى اجل غير مسمى. بس في شغله ثانيه طبعا اسمح لي اخي ما بده يتنحى انه اللي بده يتعين غيره سيسمح له بالعمل يعني برايك؟ لا شوف اذا الثالث مش الثاني بس انا مش نشتغل على قاعده الثالثه ثابته يعني انه اللي الذي يلي من سمح للقاضي طارق البيطار وللقاضي فادي صوان انه يعملوه رح يسمح للثالث مثلا يلي بده يعين انه يعملوا يعني؟ لا عندنا مشكله اسم القاضي بيطار طيب كيف؟ يا بتضلك عندي المشكله ومن هلا لابد مثل عم نقول لاجل غير يعني انت بتلاقي انه الحل المثالي والفعلي يبدا باعاده تعيين قاضي جديد ان يتنحى طارق البيطار؟ يعني انت مع نظريه انه قاضي طارق البيطار بعدم تنحيه يعرقل التحقيق؟ وجوده الان بهذه الطريقه بالضمن هذه الظروف اللي بنعرفها الاعتراضات من قبل فلان وفلان بده يظل مشكله. فخلينا نطلع من المشكله ونحط القصه بدايه على سكه جديده
طب مين هو القاضي اللي ممكن يقبلوا فيه مثلا؟ أنا يعني المجلس لا لا سؤال مين هو تشيل القصة بإيد مجلس قضاء؟ خلينا نكون واقعيين أكثر من هيك يعني. مين هي مين القاضي اللي ممكن يقبلوا فيه؟ مين القاضي اللي ممكن يقبل فيه حزب الله وحركة أمل ومجموعة 8 أدار كلها على بعضها وحلفاء وغيرها؟ عم بيقولوا إنه قاضي جديد. مين هو؟ ما بعرف يعني هن خلينا نلحقهم مثل ما بيقولوا. يعني نعم بقوله بداية التحقيق قالها السيد نصر الله امبارح بكلمة لإله بشيك إنه بداية من جديد قاضي جديد. خلينا نبلش من جديد وإلا بتضل في مشكلة قائمة. أوكي بتضلك أنت يعني الفريق الثاني هو كل شيء تسيس حتى نفس أهالي الضحايا صاروا أهلان صاروا فريقان. صح طيب في ناس متهمين حزب الله ما لو شو ما قدمتي لهم براهين بدهم يتهموا الحزب او حركه امل والى اخره. وما تنسي انه هاي المشكله نفسها جرت مشكله اخرى كادت تودي بالبلد اللي هي قصه طيوني. صح ما هي على 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 خلفيه الحدث نفسه والاعتراض والى اخره. بدك تكفي بهاي القصه مش رح نوصل لنتيجه.